دائما وقت بتجي هذا الكنان تبعها اللي ما بيريح القلب، يعني قد ما حاولتي تسأليها بس ما بتقلك شو في جواتها. يعني اكيد لو نحن نعرف بهالشيء اكيد يمكن ساعه واحده ما بنخليها عنه. بهذه الدموع والكلمات المره تحاول والده الضحيه ايات الرفاعي ان تتحدث عن جرح قاس عانته وهي تودع ابنتها ايات التي قتلت ضربا حتى الموت على يد زوجها وعائلته، وهي الفتاة القاصر التي وجدت نفسها فجأة أما وزوجة وربما خادمة. الجريمة هزت الشارع السوري رغم ما يعانيه من أزمات، وتعتبر واحدة من عشرات الحالات غير المصرح بها، ولكن هل يقع اللوم على مقترفي جريمة فقط أم يتحمل والد آيات جزءا كبيرا من المسؤولية؟ كان عمره بصف التاسع من طرف خاله، أنا اللي جاني هيك حريص إنه بده يتقدم، يعني في شغلة عدة من سنتين هن شايفين بنت أحد الأعراس يعني وطلبوها من مرتي، أنا قالوا لا يصير لسه. بعدين بعد سنتين كمان شافوه الناس كمان حفلة، قالت له ما شاء الله كبرت البنت، ونحن البنت الشاب ما هلا ما تجوز بدنا إياها، يعني البنت حاجتها يعني. قالت له والله ما بعرف، أنا لا أسأل أبوها يعني إذا عنده مانع ولا لا. أثناء شاورتني مرتي قالت لي شو رأيك، قلت لها هي يعني في لها أخت أكبر منها، المفروض أنه الكبير أكبر قبل الصغيرة، وعندي أنا والدي الله يخلي لك والدك. شاورته بالموضوع قال لي لا توقف بنصيبة، يعني إذا جاء نصيب لا توقف بنصيبة، بس طبعا بعد الموافقة البنت ما عندها مانع أو كذا. وأنا حكيت مع بنتي، أنا معود بناتي للصراحة ما حدا يغصبون أي شيء. هو صور يعني وقت الجواز هو بعد فترة انسجن، يعني ما عادت معه في خلطة مظبوط، انسجن كان عنده خدمة، كان عنده ضبط طومين انسجن فيها سنة، كان عسكري بسزنايا. ما حدث لآيات يلفت الأنظار لمآسي التعنيف المنزلي وضرورة مواجهته وسط دعوات لتفعيل منظومة قانونية رادعة. وطالب الجهات المختصة والجهات التشريعية أن تشرع قوانين، هذه القوانين يجب أن تعمل على منع العنف الأسري. وقد كانت الجريمة التي ارتكبت مؤخرا بحق آيات الرفاعي أكبر دليل على تقصير الجهات المختصة أو الجهات المشرعة للقوانين التي تجرم العنف الأسري. يعني هي لازم تتاخذ بمحمل جد، كتير مثلا في بنات عم بيصير معهم هيدا الشيء ونحن ما بنعرفهم أصلا. أنا بشوف أن الحق على أهلها قبل بيت حماها. هلا اكيد انا ماني مع زواج القاصرات، وطبعا حرام، يعني هي مكانها ما لازم تكون زواج او شيء، لازم تكون عم تدرس تتعلم وتشوف حياتها بعدين تتزوج، لا عاد شيء. اتمنى انه ينزلوا اشد عقوبات عليهم، وحتى لو كان اعدام اكيد نحن مع هالشيء، لانه صراحه حرام اللي صار فيها. القضاء السوري ستكون له كلمه الفصل خلال الايام القليله القادمه في هذه القضيه التي قد تصل عقوبتها للاعدام وفق القانون السوري. هلا نحن عنا بهاي الحالة بهاي الجريمة، جريمة آيات الرفاعي، عنا من الناحية القانونية المشرع قسم القانون لثلاث حالات، عنا حالة بالقانون من ناحية القتل، عنا القتل عمد والقتل قصد والضرب المفضي للموت. من ناحية القتل قصدا بهاي الحالة نحن بده يكون في انه الجاني القاتل عفوا انه كانت النتيجة متوقع انه هي تموت ومن خلال ضربة عدة مرات، اما الضرب المفضي للموت هو ما كان قاصد هذا الموضوع. عنا الفرق بحالة العقوبة، عندنا من ناحية القتل قصداً عقوبتها لحد 20 سنة، من ناحية الضرب المفضي للموت من 7 إلى 10 سنوات. بنرجع بنقول نحن لازم يكون عندنا قانون للعنف الأسري بسوريا. بينما يقول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي إنه لولا هذه الوسائل والتفاعل الشعبي الواسع لهدر دم آيات تحت عبارة البيوت أسرار، أو كما يقول دمشقيون على السكيت. قد تبقى هذه الجريمة ندبة في وجدان السوريين الذين تحركوا عبر المنظمات المجتمعية والأهلية للدفاع عن الضحية، لكن طفلة آيات ضحية أخرى في كل ما جرى أو سيجري في قادم الأيام.